السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشفع والوتر وثابني وثابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات واحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، وجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا باري البريات، يا عالم الخفيات، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم يا ربنا ما عصيناك جهلا بعقوبتك، ولا تعرضا لعذابك، ولكن غرنا سترك علينا فعصيناك. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم كثرة إفضالك، قد لاذوا بعزك وجلالك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا وجميع المسلمين من النار. اللهم يا ربنا ليس لك غيرك، ليس لنا إله غيرك، ك فنرجوه ولا رب فندعوه. اللهم بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من الفائزين، من المقبولين، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم ثبتنا عند الموت،
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك ذل مقامنا، ارحمنا يوم نقف بين يديك، ارحمنا يوم لا يجزي والد عن ولده، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم اغفر وارحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان، قد اكتمل على رحيله 10 سنوات ولم ينقص من محبة شعب الإمارات له بل ازداد، إنما ذلك لما قدم لشعبه ووطنه من المكرمات والتضحيات. اللهم إن الشيخ زايد بن سلطان قد عرف بحبه وكرمه وإحسانه، اللهم كما أحسن إلى العامة وإلى الإمارات خاصة، اللهم أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم نور مرقده يا رب العالمين، اللهم ارحم الشيخ راشد بن سعيد وجميع شيوخ الإمارات الذين رحلوا إلى جوار ربهم، اللهم وفق قائدنا خليفة بن زايد، وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم بارك له في نائبه محمد بن راشد وولي عهده محمد بن زايد وإخوانه وأعوانه يا رب العالمين، خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم يا الله لا كرم منك ولا ألطف منك ولا رحم منك، اللهم من أكرمنا بهذا الصلاة في هذا الجامع وبنى هذا الجامع، اللهم ابن له قصرا في الجنة، بارك له في أهله وماله وفي عمره وحياته يا رب العالمين، اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه وعن والديه وأهله وأحبابه، اجعل صلاتنا ودعاءنا في ميزان حسناته يا رب العالمين، اللهم كل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد اجعل لنا وله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله